السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة البيت الريفي الدواجن والزراعة، إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وخير. اليوم راح نحكي عن زراعة الرمان بطريقة سهلة ومضمونة وأنا مساويها 100% وبنختصر وقت كثير كبير. هي الطريقة عن طريق الأغصان أو العقد، هي الطريقة أحسن من الترطيب الهوائي أو البذور وأسرع بالوقت، يعني خلال سنة زراعتها السنة اللي بعد منها يعني بإذن الله تحمل رمان. هي الطريقة أصدقائي، تابعوني بس للآخر ولا تنسوني من الاشتراك لأنه في نقط مهمة ومقطع الفيديو ما طويل. ها الماء صار لي حاطه أنا قريب 15 يوم، شوفوا الأوراق ما ضروري ينوضع بالمي يطلع له جذور، لأنه شو هي وظيفة هي الجذور؟ هي وظيفة امتصاص الماء من التربة على حجم الشجرة أو الزرعة، هو بيكون حجم الجذر. أما هي عم تاخذ مي مباشرة، هلا في أشخاص بيستغربوا إنه ما طلع لها جذر عندهم، كانوا حاطينها بالمي، إن كان هي ولا التين ولا أي شيء نحطه بالمي ما في داعي، بس بيطلع لها هيك شيء بسيط مثل الحبوب هيك، وبداية شايفين جذور بسيطة كثير واضحة شيء بالصورة. أنا حطيتها لمدة ما يقارب 15 يوم، هذا هرمون تجذير من ضمن البيت صناعته، هو من أنا حطيت فيها توم وحطيت فيها قرفة بس، وقصيت الغصن مثل ما هو، قصيت غصن كبير لشوف طريقة وقصيت هذا صغير وقصيت واحد بدون أوراق نهائيا. شوفوا اللي بدون أوراق كيف طلع لها أوراق جديدة عم يطلع له من تحت، مثل ما حكينا بلش يطلع له شيء بسيط، أما جذور كبيرة ما بيطلع له. كيف بدنا نزرعه وكيف بدنا نسقيها رح نكفيكم. هلا أنا زارع بالارض ما في عندي، اما انا حجيب لكم مثال انتم كيف اذا تحطوا بقصيصة كبيره بامكانكم تحطوها هي السنه والسنه الجايه تنقلوها، ما فيكم تحطوها شهر شهرين وتنقلوها للارض المستدامه اذا عندكم ارض. اما اذا انتم ضمن بدكم تحطوها بقصيصة كبيره مباشره تنحط ضمن القصيصة هاي بهالشكل. انا الارض هون منعمه، انا حاطط لها مي مشان تكون حنونه بالبدايه اول ما انزل الغصن او حطه نفس الشيء، يعني اذا سقيتها بالمي او ما سقيتها بالبدايه ما بيأثر، مجرد ما انزلها الطريقة بنثبتها وبنسقيها يوميا مي. هي المادة نفسها اللي كانت محطوطة فيها بنسقيها فيها أول يوم، ولمدة أسبوع بنضل نسقيها يوميا بالماء مشان ما يختلف عليها كيف كانت هون بالماء وكيف انتقلت للتربة. وبعد أسبوع كل 15 يوم بيتم ريها. مثل ما شايفين بإمكانكم هذا الغصن عمره سنة، هذا الغصن دوبه أشهر، هذا الغصن يعني ونحن هلا فصل الربيع، بامكانكم مباشرة اي غصن تشوفوه من على شجرة الرمان وتقصوه وتحطوه بالهرمون التجذير مع المي، وبعدين تنقلوه لاي ارض، يا الارض المستدامة يا ضمن قصيصة. نرجع نحكي هذا المي فيها هرمون تجذير، هي حطت فيها توم وقرفة. اصدقائي نحن بهالطريقة بنكون وفرنا وقت افضل من البذور، افضل من الترقيد الهوائي. الترقيد الهوائي ما دائما بينجح، ما فيك تاخذ الغصن اللي بدك اياه بالترقيد الهوائي ويا بينجح يا ما بينجح. والبذور بدها وقت، بدها 5 سنين لتاكل من ثماره، اما هي عمرها سنه، اليوم نزلتها هالسنه نزلتها السنه الجايه بتاكل من ثماره. انا شوفوا هي زرعها انا من سنتين، شوفوا كيف صار حجمها، ليكوا كثافتها من تحت من طالع. انا مقلمها هلا، هي السنه باكل منها انا. هدول الرمانه اللي عندي اياهم كمان عندي اياهم عمرهم كمان هدول شيء 5 سنين، هذيك عمرها 5 سنين وهي عمرها 7 سنين. بالنسبه لهالطريقه مضمونه باذن الله، بس تتبعوا مثل ما حكينا هرمون التجذير لمده 15 يوم من قص اي غصن معلش يكون كبير بنحطه، لما نحط اذا حطينا غصن كبير بالتراب بدنا نقص اطرافه، بدنا نقص اطرافه لحتى يقوى. ومثل هذا نفس هذا الغصن هذا، بس انا اخترته بدون اوراق لشوف نسبه النجاح انه اسرع، لقيت الاثنين نفس الشيء ضمن الهرمون، واخترت غصن صغير نفس الشيء برجيتكم النتيجه تبعه هذا ما كمل السنه ورغم كل شيء نجاح. بس مثل ما حكينا هذا هرمون التجذير انا اللي مساويه، في عده انواع وفي حلقه انا ذاكرها ضمن قناتي عن صناعة هرمون التجذير، بس هذا عبارة عن توم وقرفة أنا وضعتها قلبي منه لمدة 15 يوم، بعدين بننقلها ل
بأي قصيصة وبنسقيها بنفس المي. هي أول مرة بنسقيها بنفس المي اللي كانت محطوطة فيها لمدة أسبوع يوميا نسقيها بالمي، بعد منها كل 15 يوم. هلا يمكن انتم اول ما تنقلوه على تراب تلاقوا الوراق دبلت هبل اجباري لانه اختلف الى مكان من مكان لمكان نقلناها. واي شغله بننقلها هلا في مثل شكله الباذنجان شكل الفليفله شكل البندوره لما تنقلها من تربه لتربه اجباري بيهر الورق القديم بيطلع الورق الجديد. شوفوا هالورده مثلا، هذا ورد الجوري. شوفوا كيف هذا الورق القديم اصفر وتعب، ليك الورق الجديد خلف لانه نقلناها من تربه لتربه اختلف لون، يعني اختلف الوضع اللي كانوا فيه. ليك الورق الجديد كله توبي خلف. وان شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد، ولا تنسونا من الاشتراك والاعجاب. السلام عليكم ورحمه الله.